رابايتش، عرضية حاول مررها لآلان بوكسيتش، إنما الكرة توصل لمصلحة المنتخب الإيطالي. وأيضا كنافارو هو اللي دائما حاضر، هذا هو مدافع بارما، واحد من أميز مدافعي العالم الآن يطلعه خارج الملعب. يعني شوف إحنا لما قلنا فصلنا وقلنا أحسن دفاع الدفاع الإيطالي، وأحسن نص ملعب المنتخب الأرجنتيني، وأحسن خط هجوم المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي تخيل أحسن خط هجوم ما سجل إلى الآن. المنتخب الأرجنتيني يعني يدوب قدر يشيل نفس البارحة في مباراة أمام إنجلترا، وأعتقد يعني خلى المنتخب الأرجنتيني من صانع الألعاب. أي نعم كان في اجتهاد، إنما ما في بلاي ميكر موجود اللي يقدر يخدم على يخدم التيم، ويقدر اللي هو خلاق يخلق الفرص. فيرون مبتعد تماما عن مستوى أطراف البرازيل إلى الآن. أوكي كافو و روبرتو كارلوس طبعا. أوكي فيما إلى الآن نتمنى تفعيل دور فرق مثل الفرق الإيطالية والأرجنتين وكذا، وهذه الأسماء اللي هي يفترض أن تكون حاضرة في الدور الثاني يا جماعة، لأن كأس العالم وكأس العالم مثل ما يقولون ينطلق من دور 16 كأس العالم. إنما المرة هذه يختلف، ترى الكأس العالم المرة هذه في الدور التمهيدي بالذات يختلف تماما عن ما كان عليه في فرنسا، لأن الفرق بدأت تتقرب على بعض كثير، وبالتالي الجولة الثالثة ما راح تكون جولة هامشية أبدا. الجولة الثالثة لها أبعاد ولها اهتمامات ولها أيضا أولويات ولها الحقيقة ما لها بالنسبة للفرق الأخرى، لأن الآن أي فريق يعني الحين إيطاليا مثلا لو افترضنا تعادلت همها في الجولة الثالثة، والبطولة لا زالت إلى المرحلة الثانية لا زالت طبعا إلى الآن تترنح لك عليها. المرحلة الثالثة أنا في رأيي اللي كانت مرحلة هامشية هي اللي راح تكون مرحلة مهمة جدا في كأس العالم. الآن في المجموعة الأولى الدنمارك عندها 4 نقاط من فوز وتعادل، السنغال 4 نقاط من فوز وتعادل، فرنسا عندها نقطة. المجموعة الثانية حقيقة تصدرها طبعا إسبانيا 6 نقاط، جنوب أفريقيا 4 نقاط، الأورجواي عندها البرغواي عندها نقطة. المجموعة الثالثة كوستاريكا فارق الأهداف على البرازيل 3 نقاط لكل منهم. المجموعة الرابعة كوريا الجنوبية عندها 3 نقاط، وأمريكا عندها 3 نقاط، والمجموعة الخامسة ألمانيا 4 نقاط، الكاميرون 4 نقاط، وإيرلندا نقطتين، فيما طبعا السعودية أوريدي طلعت، سلوفينيا طبعا طلعت، نيجيريا طلعت. المجموعة السادسة السويد 4 نقاط، إنجلترا 4 نقاط، الأرجنتين 3 نقاط، وهذه هجمة اللعب على طول لمصلحة المنتخب الكرواتي، ويشوت رمى في حارس المرمى، محاولة كانت من رابايتش اللي معانا في الصورة. المجموعة السابعة إيطاليا 3 نقاط، والمكسيك 3 نقاط، أوكرانيا طبعا الكرواتيا ما عندها ولا شيء، ولا الإكوادور. والمجموعة الثامنة تبقى روسيا 3 نقاط، اليابان نقطة، بلجيكا نقطة، وتونس طبعا ولا شيء. و في فرق يعني خلاص تأمن، فريق مثل إسبانيا أمن أوريدي عنده 6 نقاط وارتاح وريح نفسه في الفريق الإسباني. ودقيقتين وقت بدل ضايع لزمن الشوط الأول من المباراة، على طول يلعبها نما تلعب نما أيضا تطلع الكرة خارج الملعب، خارج الملعب وركنية. رجع المهاجم آلان بوكسيتش رجع وراء في الدقيقتين الأخيرة، والكرة تلعب ما يخلص حارس المرمى بريتيكوسا، كرة ترجع الآن لمصلحة زامبروتا، على طول على اليمين لعبها لي ترجع لبانوتشي، يحاول يلعبها لزامبروتا، ياخذها ويحاول مر زامبروتا، ومعاه مباشرة نيكو كوفاتش اللي راجع وراء يخلصها ويطلعها خارج الملعب، تصبح رمي تماس لمصلحة إيطاليا. بانوتشي على التنفيذ، بانوتشي على التنفيذ، تقدم هذا توتي ومع فييري، والكرة تلعب ما يبعدها المدافع، توصل مرة ثانية لبانوتشي، شوت لزانيتي، بانوتشي يلم
رابايتش وطلع عرضي وهي وتتخلص تتخلص تتخلص. هذا فيري يظهر في خطأ لمصلحة إيطاليا والحكم يطع ساعته كرة اللعب على طول وترجع الكرة مرة ثانية لمصلحة المنتخب الكرواتي. جيد رابايتش أمامية على نص الملعب ليارني يلعبها لما تتخلص أيضا ترجع الكرة الآن لمصلحة المنتخب الكرواتي وخاطر لمصلحة كرواتيا وضد دوني اللي معنا في الصورة ولمصلحة رابايتش. وهذا هو المدرب ميركو يوزييتش مدرب المنتخب الكرواتي. جانب من الجمهور الكرواتي ضربة حرة مباشرة لمصلحة المنتخب الكرواتي وهذا سيمونيتش. وصفر سيداتي أنساتي سادتي حكم المباراة السيد جراهام بول من إنجلترا معلن نهاية الشوط الأول من المباراة بتعادل إيطاليا وكرواتيا بدون أهداف في شوط من رأي يعني في رأيي الخاص شوط عادي جدا شوط ممل جدا من جانب إيطاليا بالذات شوط قد يكون يعني فرصة. توتي موجود اذا ما عمل التغيير ما حصل التغيير يظهر كان مغير فانيلته على فكره يظهر برا غير فانيلته لبس فانيله ثانيه لما طبعا لازم يحتفظ بنفس الرقم اذا ما غير اللي هو ترابيتوري ابقى فيري موجود في تشكيله المنتخب الايطالي. انا شفت انه هو فاسخ الفانيله وبرا يظهر اعتقدت انه هو طبعا يعني ترك الملعب ونزل انزاجي على حسب ما ذكر اللي هو المدرب السيد ترابتوني انه راح يشرك انزاجي في هذه المباراه الكرة اللعب على طول لما توصل سهله في حارس المرمى بلتيكوسا. هذا هني السيد بلاتر اللي هو رئيس الاتحاد الدولي وطبعا احد ايضا اعضاء الاسره الحاكمه والاسره المالكه هناك في اليابان لان المباراه طبعا تقام في اليابان. كرواتيا على يسار الشاشه مشاهدي الكرام، ايطاليا على يمين الشاشه وفات حوالي تقريبا ثلاث دقائق من زمن الشوط الثاني من المباراه وكرواتيا هاجم على طول عرضيه جهه الين بوكس ايج يحاول يحصل انا مطويله عليه وخارج الملعب رامي التماس الان لمصلحه المنتخب الايطالي. هذا هو انزاجي اللي قاعد يسخن الان ويتهيأ على اساس انه راح يدخل. إذا دخل طبعا راح تكون هذه المشاركة الأولى وقعد فترة أيضا ما شارك ميلان لأنه كان مصاب وأول موسم طبعا لمع ميلان بعد ما ترك اليوفي ويعتبر هو آخر يعني من جيل الهدافين الجميلين جدا مع الكرة الإيطالية. كرة اللعب عرضية جهة يارني هذا كوفاتش أمامية وطويلة الآن ما تتخلص على نص الملعب لمصلحة المنتخب الإيطالي. طويلة هذه ما فيري يحاول إنه ما يخلص المدافع بعيدة من أمامه اللي هو سيمونيتش اللي واضح في الصورة لاعب هيرتا برلين خمس مباريات دولية. رمي التماس الآن لإيطاليا عن طريق مالديني. إذن ترابتوني ما أجرى ولا تغيير الآن على تشكيلة المنتخب الإيطالي لكرة اللعب. يحاول كريستيانو دوني إنما توصل في حارس المرمى هذا هو دوني أمامية طويلة هذه تلعب لمصلحة المنتخب الكرواتي توصل سهلة الآن للحارس بوفون. 60 هدف إلى الآن سجلوا في 24 مباراة وهذه المباراة هي رقم 25
بعد هذه المباراة هناك طبعا لقاء البرازيل والصين الساعة 3:30 إن شاء الله توقيت سلطنة عمان. هذا بانوتشي يلعبها عرضية وتتخلص كرة اللعب ترجع مرة ثانية الآن لمصلحة المنتخب الكرواتي أمامية ويحاول نيكو كوفاتش الكرة معاه يلعبها على نص الملعب تلعب أمامية جهة بوكسيتش هذا رابايتش لسيريتش كرة تتخلص جيت ماركو ماتيرازي يلعبها أمامي لفييري ورا مباشرة لمصلحة إيطاليا وطويلة هذه تطلع الكرة خارج الملعب وهذا توتي يلعب رمية التماس لدوني يتقدى فيها دوني يلعبها أمامية أيضا تلعب توصل لفييري تتخلص يبعدها سيمونيتش توتي على طول جهة زانيتي اللي مالديني جهة توتي لما تتخلص يرجع لما الآن المنتخب الكرواتي ألين بوكسيتش تتخلص من أمامه كرة ترجع لإيطاليا لما في صفارة وفي خطأ لمصلحة إيطاليا وهذا في لاعب كرواتي ألين بوكسيتش هو اللي طايح على أرض الملعب يظهر تعور في اللعبة اللي فاتت وهذا كريستيانو دوني لاعب أتلانتا ومنتخب إيطاليا إلى الآن ذكرت أن 60 هدف في 24 مباراة المنتخب الإيطالي الحقيقة يلعب يعني مثل تحس أنه هو قاعد يختصر الجهد على أساس أن الراوند الثاني مالديني حاول توتي كرة توصل على طول لدوني دوني أمامية يرسلها وهي وممكن جول هدف لا والله أوسايد فييري يظهر كان في موقف تسلل راح نشوف اللعبة وهذا المساعد وفييري يقول أنا بتسلل ما بتسلل الكرة هي عرضية راح نشوف أنت على حق ولا لا هذه اللعبة مشت اللعبة لا والله أبدا ما هو متسلل بالمرة يعني اللعبة وتحرك هو ما هو متسلل الحق عليك المساعد الهدف هذا صحيح 100% لفييري ما عليه أبدا غبار وفييري ياخذ بطاقة صفراء نتيجة اعتراضه أبد الهدف صريح وصحيح وما في شيء والمساعد حقيقة يعني هو اللي ظلم فييري وظلم أيضا المنتخب الإيطالي في هذه المباراة على كل مثل ما ذكر حق الدكتور علاء في التحليل بين الشوطين أن التحكيم أسوأ ما في هذه المباراة يعني هي المباراة بروحها لك عليها والتحكيم أيضا زايد الطين بلة لذلك فعلا التحكيم والمساعد حرم المنتخب الإيطالي من هدف كرة مشيت أيضا لما مشيت من رأس اللعيب الثاني وصلت لفييري يدوب ما كان متسلل وحتى لو كانوا على خط واحد أصلا لمصلحة المهاجم والشك لمصلحة المهاجم لاحظ